تفاصيل أكتر هنعرفها دلوقتي من الدكتور أحمد عواد، استشاري مشروع تطوير ممشى أهل مصر بأسوان. أهلا بيك يا فندم، برحب بيك في صباح الخير يا مصر. أهلا وسهلا بسانت هاني، صباح الخير. صباح الخير يا مصطفى بيه، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم، صباح الخير على حضرتك. يعني في البداية عايزين نعرف إيه هي أبرز عوامل التطوير اللي تم تنفيذها ضمن أعمال تطوير الممشى، ويعني كمان الصورة البصرية والجمالية اللي تم مراعاتها. الحقيقة يا فندم بصبح على حضرتك الأول، وأصبح على جميع السادة المشاهدين، وكل عام والسادة المشاهدين وحضراتكم بمناسبة بخير، بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك. الحقيقة المشروع ده يا فندم بدأ من أكثر من 3 سنوات على مرحلتين، مرحلة أساسية كبيرة بناء على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية والسيد معالي دولة رئيس الوزراء والسيد معالي وزير التنمية المحلية، بتوجيه مباشر من معالي الوزير المحافظ سيادة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الحقيقة وصاحب رؤية للتطوير. وكان يعني كان الحقيقه توجيهات فخامه الرئيس بان احنا ننقل عاصمه محافظه اسوان اللي هي مدينه اسوان العريقه التاريخيه نقله حضاريه، لان حقيقه مدينه اسوان عانت فتره طويله جدا من الاهمال وعدم التطوير. وكانت الرؤيه دي يا فندم بتتضمن مرحلتين اساسيتين، المرحله الاولى وهي تطوير السوق السياحي. طبعا السوق السياحي النهارده الحمد لله اصبح واجهه جميله، واجهه حضاريه للدوله كلها بشكل محترم. تطوير ميدان المحطه، لان في سياح بيجوا من خلال محطه سكه الحديد سكه القطر، فبيجوا يا فندم اول واجهه حضاريه بيشوفوها هو ميدان المحطه. وكذلك حديقه دره النيل، وهي المواجهه لديوان عام المحافظه والمطله مباشره على كورنيش النيل. المرحلة دي وحديقة السلام أيضا كانت ضمن هذا التطوير. الحقيقة فخامة رئيس الجمهورية افتتح هذه المرحلة في أواخر شهر 12 تحديدا عام 21، افتتحت هذه المرحلة والحمد لله لاقت نجاح غير عادي وغير مسبوق بالنسبة لأهالي محافظة أسوان، وكذلك بالنسبة للسياحة العالمية، لأن طبعا زي ما حضراتكم عارفين إن في سياح بيجوا لمصر، بيجوا على أسوان ويخرجوا من أسوان يروحوا تاني بلادهم، فتقريبا ما بيشوفوش في مصر غير مدينه اسوان فقط طبعا لعراقتها التاريخيه. فكان لابد الحقيقه من تطوير الواجهه الحضاريه لهذه المدينه بحيث تظهر بالشكل اللائق ليها. جاءت بعد كده المرحله الثانيه اللي هي تطوير كورنيش النيل او ممشى اهل مصر بطول 4 كيلو امتدادا 5 كيلو كمان ناحيه شمال باجمالي 9 كيلو. المرحله اللي هي الجزء ال 4 كيلو اللي هو المواجه للمدينه القائمه، ده كان تم على 3 أجزاء. الجزء الأول تم افتتاحه أمس بطول 1500 متر، والحقيقة ده بيمتد من بداية حديقة جنوبا من حديقة فيال وحتى الجزء اللي هو عند مول النصر أو مدخل الموفنبيك. الجزء ده تم تطويره بالكامل يا فندم، وتم يعني إعادة الهيكلة الإنشائية بالكامل، وتم وضع برجلات بشكل معين تحمل الهوية البصرية. جميع اعمال الهارد سكيب والسوفت سكيب الكامله التي تحمل الهويه البصريه والطابع المحلي. تمام. المحلي، ما هو ده اول اللي انا عايز اسال حضرتك، يعني ممشى على مصر شخصيه مستقله اعتباريه لكل محافظه، يعني كل محافظه بيبقى ليها البصمه بتاعتها، هو ممتد من الشمال الى الجنوب. عملتوا ايه في اسوان؟ عشان يعني انا شفت مثلا البرجولات الخشب في السوق الجديد كانت مميزه جدا، وكانت يعني بتضفي طابع جمالك، وبرضه بتحمي من حراره الشمس في بعض الاحيان. استغلتوا بقى الكلام ده؟ نفس الكلام بالظبط يا فندم. يعني حضرتك احنا هنا مثلا في البرجولات وكل العناصر اللي هي الستريت فرنتشر اللي هي اعمده الاناره والمقاعد وكل العناصر اللي احنا اشتغلنا بيها تحمل الهويه البصريه الخاصه بمدينه اسوان. فاحنا في البدايه يا فندم بنطلع العناصر والمفردات اللي احنا بتجسد، اول ما حضرتك تشوف الصوره تعرف ان انت في مدينه اسوان. يعني البرجوله اللي موجوده امام حضرتك ما ينفعش نحطها في اسكندريه مثلا، لا، هي تحمل الطابع المحلي للهويه للمحافظه نفسها. فطبعا عمود النور، عمود النور بيحمل الهويه وله شكل معين وبيتصنع بشكل معين بحيث ان هو بيدل على مدينه اسوان، وهتلاقي حضرتك في عمود النور مكتوب عليه نفسه مدينه، مكتوب عليه اسوان، واسوان مكتوبه بالهويه البصريه. الفكره يا فندم انه امتدادا للتطوير احنا في جزء اللي هو الشمالي ان شاء الله ده يا فندم بطول 2000 متر سيتم افتتاحه باذن الله بعد 6 أسابيع، وباذن الله الجزء الاوسطي اللي هو امام حضرتك ده فيه مستويين. طبعا ما شاء الله احنا عندنا النيل طبعا هبه من ربنا سبحانه وتعالى لينا، وفي اجمل صورته موجود في مدينه اسوان الجميله العريقه التاريخيه.
الحمد لله ليه هناك في مستويين في الجزء الاوسط، يعني في هيبقى في ممشى سفلي وفي ممشى علوي. الممشى السفلي هيبقى فيه محلات وفي مطاعم عالميه وهيبقى فيه طبعا خدمات تؤدى الى اهل اسوان، لان اهل اسوان الحقيقه المتنفس تقريبا الاوحد او المتنفس هو الممشى. هو الممشى، الممشى الترفيهي والممشى السياحي او الممشى اللي هو الممشى اهل مصر. فطبعا الناس تخرج هنا خروجه، يعني يمكن دايما كان معالي الوزير بياكد. احنا يمكن شايفينه دلوقتي على الشاشه قدامنا. يعني طبعا تطوير كبير جدا وانجاز كبير قوي احنا شايفينه دلوقتي. بنشكرك الدكتور احمد عواد استشاري مشروع تطوير ممشى اهل مصر باسوان.